j'aimerais qu'on prenne un cas très précis. أود أن نناقش إحدى القطاعات التي سعى فيها المغرب بوضوح إلى تحقيق الاستقلال والسيادة. من بين تلك القطاعات قطاع الطاقة. هناك سياسة متميزة في مجال الطاقة المتجددة. يعتبر مشروع نور مثالا بارزا في هذا الصدد. ما هي النتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع وما هي خطط المغرب للمضي قدما في هذا المجال؟ Sous le leadership de Sa Majesté, ce projet a été développé. تحت قيادة جلالة الملك تم تطوير هذا المشروع. اليوم يحتل المغرب مكانة متقدمة في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة، حيث حققنا حوالي 40% من خليط الطاقة المغربية الإجمالية من الطاقة الشمسية والريحية. لدينا طموحات أكبر للوصول إلى 52% في غضون بضع سنوات. من بين أولوياتنا كذلك وكما ذكرتم الهيدروجين، وهو عنصر هام يشكل موضوع عرض يتم إعداده حاليا للمستثمرين من قبل المغرب، والذي سيكون جاهزا على الأرجح قبل نهاية العام، وسيتم تقديمه لجميع صناع القرار. هناك أيضا مشروع الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب الذي يمتد عبر عدد من البلدان الإفريقية. سيساهم هذا المشروع في تنويع مصادر التزود. هذه هي العناصر التي سيعتمد عليها المغرب لبناء عرضه المستقبلي في مجال الطاقة. لدينا حاجة ملحة إلى الكهرباء للسنوات العشر المقبلة، وهناك استثمارات ستتم في هذا الصدد، نأمل أن يشارك فيها القطاع الخاص. pour l'électricité pour les 10 ans à venir. Il y a des investissements qui vont se faire. Tout à l'heure, on parlait du secteur privé, le Maroc. تحدثنا سابقا عن دور هذا القطاع. فالقطاع الخاص يتمتع بالقدرة على تحمل هذا النوع من الاستثمارات، والمغرب يطمح إلى أن لا تتجاوز حصة الدولة الثلث من نسبة الاستثمارات، في حين ترتفع حصة القطاع الخاص إلى الثلثين. لذلك فنحن نقدم امتيازات لتحفيز المستثمرين، كما نشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأننا نظن أن الدولة يجب أن تركز اهتمامها على مهمتها الرئيسية في توفير الرعاية الصحية والتعليم للأطفال وغيرها، والسماح كذلك للقطاع الخاص بتوفير الموارد اللازمة للتنمية.